اهلا وسهلا بيكم في قناة تولز نيو ستايل. النهاردة هنتكلم على الادوات او الحاجات اللي بيحتاجها اي بيت في الاصلاحات الخفيفة زي النجارة، زي السباكة، زي الكهرباء، او اي حاجة او اي اعطال في البيت انت بتحتاجها لازم يكون عندك الحاجات دي عشان ما تضطرش ان انت تنزل وتروح تشتري الحاجة دي. اول حاجة طبعا اللزق بجميع انواعه، او بكر اللزق الازرق ده ميزته ان هو قوي وبتقدر تستخدمه في حاجات كتير جدا اثناء استخداماتك. اللزق العادي، البكر اللزق العادي او الشفاف زي كده، اللزق الابيض او اللي هو الورق طبعا كلنا عارفينه، والشفاف الصغير والشكرتون، وفي كمان لزق قوي للمواسير زي ده، طبعا الجماعه السباكين عارفينه. اساتك صغيره مهمه جدا طبعا، التفلون او بنستخدمه طبعا في السباكة، اللزق بجميع انواعه بقى او السمك الامير واللزق القوي جدا اللي زي ده، انبوبة مزيل صدى زي دي، دبليو 40 وكيو 20 كلنا طبعا عارفين استخداماتهم ويمكن نتكلم عليهم في حلقات تانية، عشان مزيل الرطوبة وتزييت وحاجات كتير، سيليكون، انبوب سيليكون، الكيبل طبعا كلنا عارفينه ده مهم جدا، فرشتين سنان، فرشه سميكه شويه، فرشه ناعمه زي دي، قلمين فلوماستر، قلمين رصاص، ملقاط وكتر. المسامير طبعا اي بيت ما نستغناش عن المسامير، احجام صغيره زي كده، لازم يكون عندنا علب صغيره فيها مسامير، الحجم ده كلنا بنحتاجه كلنا عارفينه طبعا. في كمان دي الورد او الصواميل، طبعا لازم يكون عندنا علبه صواميل زي كده، علبه مسامير حجم اكبر برضو، الزوايا طبعا دي بنحتاجها في اصلاح مثلا كرسي، ترابيزه، حاجه مهمه جدا جدا في البيت يعني. المسامير اللي هي اللي زي كده، شويه جلد او حاجات يعني ممكن تنفع انبوبه، تنفع حاجه، دي برضو مهمه. شويه مسامير صغيره شيء زي كده، المفكات بقى والزراديات دي مهمة جدا جدا في إصلاح الكهرباء، السباكة، يعني لازم نكون عندنا الأدوات دي. مثلا الزرادية دي أو المفتاح ده، في ميزة في المفتاح ده إن هو متعدد الاستخدامات، أنا بصراحة اشتريته يعني خلانا إن أنا أستغنى عن المفاتيح الكتير اللي كانت موجودة عندي. طبعا شايفين المكان ده يقدر يربط أي صامولة أو يفكها، فده بصراحة مهم جدا في أي بيت ويغنيك عن استخدامات كتير. الميزة في المفتاح ده إن هو أمريكي وكواليتي بتاعته حلوة جدا، وبصراحة جودته عجباني وبقاله كذا سنة معايا، يعني دي الماركة دي نظيفة يعني. أنت ممكن تجيب حاجات تانية على حسب بقى كل واحد والإمكانيات المادية بتاعته، بس يعني أنا عن نفسي فضلت المفتاح ده يعني. في كمان الزرادية دي فيها ميزه طبعا، يعني الالتواء بتاعها ده مديها عزم وقوه، بتقطع مسامير، فيها كمان مكان كمان للصواميل هنا بيفك ويربط الصواميل، وبصراحه متينه. والميزه اللي فيها ان هي الماني، هي غاليه شويه بس احسن حاجه فيها ان هي بصراحه جودتها حلوه جدا يعني. كمان القصافه دي انا اشتريتها مخصوص، جبتها عن طريق امازون الامريكي، دي ماركه اسمها كلاين، ماركة نظيفة أمريكي وجودتها حلوة، وكمان حلوة جدا في قص الأسلاك، بس العيب بتاعها إن هي ما بتقصش الأسلاك الكبيرة، بتقص بس الأسلاك الصغيرة، ده اللي أنا العيب اللي أنا شايفه فيها يعني. في طبعا ده بس يعني الأداة دي مش كل الناس بتستخدمها، هي دي بتفك لو في مثلا عندك حاجة
مدوره كده مثلا في مكنه او في حاجه، تقدر ان هي تروح عامله كده وتطلع لك الحاجه دي زي ما هي. فدي طبعا مش كل الناس بتستخدمها، وانا شايف من وجهه نظري يعني ممكن يكون مفيش داعي لاستخدامها في البيت قوي، يعني استخداماتها اكتر عند المهندسين او الصنايعيه اللي عندهم مكن نوع معين لطريقه الاستخدام بتاعت الاله دي. مقص طبعا اللي هو اللي بقص الصفيح او اللي بقص الحاجات المعدنيه، ده طبعا ممكن تستخدمه في بعض حاجات، لو عندك حاجه صلبه او حاجه حديد تقدر تستخدم المقص ده. طبعا المفتاح ده كلنا عارفينه، بيجي معاه طبعا اللقم دي، وانت بتقدر طبعا تستخدمه في ربط او فك الصواميل. ويعني انا شايف من وجهه نظري اللي هو مهم جدا في العربيه، يعني في عده العربيه مش في عده البيت اكتر، ده يعني يكون مهم جدا في عده العربيه. مفتاح ربط المواسير، بس يعني هو حجمه صغير شويه، يستخدم في الحاجات اللي ايه الصغيره قوي. في طبعا حاجه اكبر منه زي كده، ده دي ماركه كنيبكس، ماركه الماني صراحه، يعني جودتها عاليه جدا واستخداماتها حلوه، يعني تقدر تفك بيها مواسير، تفك بيها صواميل، حلوه جدا جدا. وفي كمان الاداه دي برضو كنيبكس، فيها اكتر من استخدام، فيها هنا طبعا لقص الاسلاك، تقدر تعري بيها الاسلاك او تقشر بيها الاسلاك على حسب الاحجام بقى وكده والمقاسات، ودي بصراحه مهمه جدا لشغل الكهرباء. ودي برضو الاداه دي برضو مهمه جدا للكهرباء، يعني الماده اللي هي مصنوعه بيها بصراحه مخلياها متكلفنه كده، ويعني مديها حمايه ومديها امان، تقدر تستخدمها وانت مطمن في شغل الكهرباء. في بقى الكماشه دي برضو صناعه الماني بصراحه ممتازه جدا، ماركه كنيبكس برضو، يعني اهم حاجه فيها الصلابه بتاعتها وان هي قويه وتشد اي مسمار من مكانه. في الاله دي كمان، دي مخصوصه عشان تقشر الاسلاك، بتعري اي سلك من هنا من هنا على حسب حجم الاسلاك وحسب المقاسات اللي انت بتستخدمها. في طبعا مقص، ده مهم جدا في اي، ممكن تجيب مقص صغير مقص كبير على حسب استخدامك. الآلة دي خاصة بتقشير الأسلاك، بتحط السلك هنا وتقشره، أو أنا على فكرة كنت عامل فيديوهات خاصة بالأدوات دي، يعني أنتوا لو بصيتوا في القناة هتلاقي فيه فيديو خاص بالآلة دي، شرح تفصيلي ليه هو بيستخدم إزاي مع السلك، وبرضو الآلة دي وكمان الأداة دي والحاجات دي كلها معمول لها فيديوهات. ولو في أي استفسار ممكن تكتبه في التعليق وأنا أقدر إن أنا اقول لكم التفصيل بتاعها. عندنا بقى المفكات، المفكات الصغيره دي بقى ميزه فيها ان هي، انا اشتريت طبعا المغناطيس ده برضو للعلم، في ميزه ان انت تقدر بالمغناطيس ده تخلي المفك يتحول من مفك عادي لمفك متمغمط، يقدر ان هو يعمل كده. بصراحة يعني فكرته جميلة جدا المغناطيس ده، عجبني قوي يعني. الرابط بتاع الشراء بتاعه انا ممكن انزله لكم برضو في الديسكريبشن تحت او في الوصف، عشان لو حد يجيبه من امازون الامريكي. المفكات دي بكل انواعها انا بستخدمها، ممكن تستخدم في تصليح مثلا الاكس بوكس او البلاي ستيشن، ممكن نستخدمها في تصليح لعبة اطفال، ممكن نستخدمها في يعني طبعا كل المقاسات، يعني بكل المقاسات الرفيعه بتاعت تصليح حاجات صغيره زي ريسيفر، زي مثلا تلفزيون، اي حاجه في البيت عندك صغيره، ساعه، نظاره، تقدر تستخدم فيها المفكات دي. والمفكات دي انا من وجهه نظري شايف ان هي ضروريه جدا بكل احجامها وبكل مقاساتها، مهمه جدا في البيت. المفكات دي طبعا اهم ميزه فيها الجلفنه اللي فيها دي والحمايه اللي فيها، تقدر تستخدمها في حاجات كتير جدا في شغل الكهرباء وفي شغل برضو الحاجات الالكترونيه
لأنها تعتبر مقاساتها مميزة. برضو دي ماركة ويرا، ماركة ويرا الألمانية، ممتازة جدا وجودتها عالية خالص وبيع كل المقاسات. الألانكهات بقى، ويعني في أنواع كتير حلوة في الألانكهات، بس أنا عجبني قوي الألانكي بتاع ماركة ستانلي ده، لأنه بصراحة في مقاسات حلوة، وبعدين في ميزة إن هو يعني تقدر تحطه في جيبك، بصراحة جميل يعني عجبني، وبعدين سعره مش غالي يعني، سعره برضو يعني إيه معقول يعني متوسط يعني. دي المقاسات بتاعته بصراحة حاجة جامدة جدا. في ماركة تانية اسمها إيروين، برضو الميزة بتاعته إن هو في مقاسات كتير، ويعني بصراحة حجمه حلو تقدر برضو تحطه في جيبك وسهل جدا في الاستخدام. في كمان ماركة ويرا، أهم حاجة في شركة ويرا إن هي عاملة ألوان مختلفة، يعني كل مقاس ليه لون. طبعا شكل المفك تحفة، شكل المفك الألانكيه حاجة يعني بصراحة جميلة جدا يعني. بتفتحه من هنا زي ما انت شايفين كده، لون ازرق، ويعني بصراحة حاجة جميلة يعني. تشيل الالانكي بصراحة يعني حاجة تحفة، عجبني، انا عجبني اولا الوانه، وبعدين عجبني كمان حتة المقاسات وتنظيم المقاسات، ان انت عارف ان المقاس كذا خلاص اللون بتاعه كذا خلاص يعني، حاجة بصراحة تحفة. تروح قافله كده. في كمان الالانكي ده برضو مقاساته حلوة، ماركة اسمها هومستر، ماركة برضو كويسة بصراحة يعني، براند كويس ومقاساته حلوة يعني. انت عندك كده دلوقتي اربع اصناف تقدر تختار منها واحد يأدي معاك الغرض، او لو احتجت اتنين على حسب المقاسات اللي انت محتاجها. اخر حاجة في المفكات، المفكات دي ميزتها بقى ان هي دي ماركة دويسر، ماركة الماني، برضو المقاسات فيها حلوة، وحلوة قوي في شغل الكهرباء وشغل جماعة المهندسين، جماعة كهربائية، او اي حد حتى في استخداماته في البيت يقدر يستخدم الطقم المفكات الجميل ده، وبصراحة يعني انصح بيه اي حد يعني، حلو بصراحة، وتمنه على فكرة مش غالي يعني، تمنه حلو يعني. عندنا بقى مفاتيح انجليزي ومفاتيح فرنساوي بجميع مقاساتها طبعا، كل الاستخدامات بقى، السباكه، مواسير، عاوز تربط حاجه تقدر تكون عندك المفاتيح دي، بصراحه انت كده اتحلت مشاكل السباكه عندك في البيت. اخر حاجه بقى في الجزء ده طبعا التستر، تقدر بتشيك بيه على الكهرباء، تعرف اذا كانت الكهرباء الفولت بتاعها ايه، 220 110 الجهد بتاع الكهرباء، تقدر تشيك بالتستر الصغير ده، هو فكره ثمنه مش غالي، ثمنه حاجه بسيطه يعني. اخر حاجه الخرامه دي بتاعه الحزمه، لو عندك حزام في البيت يعني مهم جدا يبقى موجود في اي بيت بصراحه يعني، حاجه حلوه كده وسعرها مش غالي، سعرها برضو كويس جوده. في منها انواع غاليه وفي انواع رخيصه على حسب الانواع اللي انت عاوزها المتاحه عندك يعني، تقدر تخرم بيه حزام وتحط المقاسات بتاعته طبعا زي ما انت عاوز اهو، حاجه حلوه بصراحه يعني. نيجي بقى للدريلات، ما ينفعش يبقى اي بيت من غير دريل، وخصوصا ما ينفعش ما يبقاش عندك بوش يعني. بوش بصراحه من الدريلات الجميله جدا، او الشنيور الحلوه قوي في استخدامه، وما فيش اي بيت يقدر يستغنى عنه. وهي شركه المانيه صناعته هنجاري، جودة حلوة جدا بصراحة. أنا عن نفسي شاريه بقالي تقريبا داخل على 10 سنين، ما شاء الله جودته حلوة وبستخدمه في حاجات كتير في البيت، وكان جاي معاه طقم البنط والحاجات الريش دي، بصراحة حاجة جامدة جدا. واشتريت دي بعد كده برضو بعد فترة عشان خاطر كمسامير، كربط مسامير عشان حبيبه ده بقى اللي هو اللاسلكي الكوردلس،
برضو يعني انت لو عاوز مثلا تستخدم حاجات بسيطه بقى، مثلا بقى تربط مسامير، تعلق حاجه، بس ايه، استخدم له البطاريه الليثيوم دي، بتركب كده. وده الشاحن بتاعه، معاه بقى بنط كتير غير البنط دي، كمان اشتريت له بنطة المنشار ده، حلوة قوي بصراحة البنطة دي، في منها كمان الحجم ده. يعني أنا نصيحتي لأي بيت يعني يبقى عندك حاجة من الاتنين، يعني أو الاتنين لو أنت تقدر تجيب الاتنين. لو إمكانياتك مش جايبة بوش، على حسب إمكانياتك ممكن تجيب واحد تاني سعره حنين، يكون صيني بس يكون جودته كويسة. بس هو فعلا الدريل مهم جدا في استخدامات البيت، لربط مسامير، تعليق حاجة على الحيط، حاجات كتير جدا كاستخدامات يعني، سواء اللاسلكي او السلكي، الاتنين مهمين بصراحة يعني. الحلقة الجاية ان شاء الله يا رب تكون الحلقة دي عجبتكم. دي مجموعة ادوات للسباكة والكهرباء والنجارة. الحلقة الجاية ان شاء الله هتكلم على الحاجات النجارة اللي المفروض اي بيت يكون عنده وما يستغناش عنها، لان استخدامات بسيطة في البيت، اللي انت هتصلح كرسي، هتصلح ترابيزة، هتصلح حاجة، بس لازم تعرف ايه هي الادوات اللي تكون موجودة عندك في البيت تقدر تستخدم بيها او تصلح بيها حاجات النجارة. النهاردة الفيديو ده كان كل اللي انا كنت بقوله كادوات، كحاجات مهمة لاي بيت مش لاي ورشة. طبعا الورش مفروض ليها حلقات تانية، لان ادوات الورش مختلفة طبعا، بتكون بشكل احترافي اكتر يعني. لكن الفيديو ده دي الادوات اللي هي خاصة بالبيت، يعني انت تصلح حاجة تعتمد على نفسك، حتى مش يعني مش الراجل بس، ممكن كمان الست نفسها ممكن تصلح حاجة بسيطة بالادوات اللي احنا قدمناها دي. وعاوز اقول لكم برضو، مش لازم تكلف نفسك وتشتري حاجة تكون غالية، يعني مش لازم تشتري حاجة تكون سعرها غالي وانت امكانياتك مثلا بسيطه، ممكن تجيب زرادية واحده، ممكن تجيب مفك واحد، مفك صليبه، مفك عاده، شاكوش عاده، يعني على قد الامكانيات بتاعتك جيب. المهم ان انت يبقى عندك حاجات بسيطه لما تتزنق في اصلاح حاجه تقدر تصلح. افرض مثلا اتزنقت في حظر مثلا، فيبقى عندك امكانيه ان انت تصلح الحاجات البسيطه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على ادوات النجاره اللي موجوده في البيت، اللي أي بيت ما يقدرش يستغنى عنها.